بسم الله الرحمن الرحيم. في عام 1976 في نهايته اعتقل الأستاذ بسبب صدور كتابنا عن الوهابية. هذا الخطاب يحكي تجربتي عن تلك الفترة والتي بدأت بالنسبة لي في يوم 24 ديسمبر 1976. كانت فترة الاعتقال منذ شهر اعتقال الأستاذ. طلب الأستاذ إبراهيم يوسف فضل الله تسجيل هذا الخطاب والذي كان موجها لإخوان عطبرة ونشره على الأخوان كهدية. بسم الله الرحمن الرحيم. تحية طيبة طيبة وسلاما زاكيا زاكيا وبعد. يسرني أن أكتب إليك بعد تلك التجربة الروحية العميقة التي تكرم بها الله علينا وله الشكر ونسأله المزيد، ويكفي أننا كنا في معية الأستاذ طوال تلك الليالي والأيام التي كانت بحق أمتع وأعظم فترة في حياتنا. وبما أن أمرنا كله تأسيس في فترة السجن الأولى والتي خاضها الأستاذ وحده منفردا وبعزيمته وعنايته، وكان واضحا لنا أن الأستاذ في هذه الأيام يود أن يرضعنا لبان تلك الفترة الخصبة ويجنبنا مشقتها في نفس الوقت، وكان يوجهنا لتجربته وما كان يعمله. وحين نتجه للعمل نجد أنه قد أعطانا الثمرة نفسها، استتحقق بسرعة وتوفيق يوضح أننا لا نكافئ على ما نعمل، وإنما فقط نتحرك لنرى تلك الثمرات عن أبينا. فمن أيام الشرق قص علينا قصة خلوة السلوك بالسجن الأول، ففهمنا بعمق أننا لسنا في سجن، وإنما نحن في خلوة نتحرك فيها بأحجامنا ونكافأ بحجم وقبول تجربة الأستاذ. فلزم الشكر الشكر الشكر. وقد أخبرنا الأستاذ بأننا ضيوف على الله، ويجب أن نتقبل إكرامه وعنايته وأن نثق به الثقة المطلقة التي تليق بفضله علينا، وألا نفكر في الإفراج لأن التفكير في الإفراج يخل بكرمه تعالى، وأنه تعالى جاء بنا هنا ليكرمنا. وحدثنا الأستاذ مرات عن علاقته القديمة بسورة ياسين، وأنها نعم الرفيق، وأنها قد بدأت منذ يونيو 1945، وبدأ القيام في ذلك الوقت قبل تكوين الحزب الجمهوري. وكان الأستاذ يثني على ياسين كثيرا ويقول أنه كان يبلغ أن يقرأها 21 مرة ولا يزيد على ذلك. وكان الأستاذ في كل أيام المعتقل هذه يتوضأ بسورة ياسين وضوءا محسنا يخلل حتى خطوط اليد، وكان حين ينتهي من قدميه ينتهي من سورة ياسين ويقرأ إنا أنزلناه بعد الختام. وكانت القراءة عادية، الوضوء عادي لا يرى عليه طول ويلاحظ الإحسان. كما حدثنا عن صيغة العبودية، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وأن علاقة الأستاذ بها قديمة وكانت في أول أمرها إجابتها أسرع من البرق ثم تراخت إجابتها، فعلم الأستاذ أن هذا يعني الانصراف من قولها إلى تحقيقها، وكذلك فعل. وإنها هي أحسن ما يقال في السجن بالحضور المطلوب، بأن يقول القائل لا إله إلا أنت سبحانك ويستحضر أنت هذه، ويستحضر ذنبه فيقول إني كنت من الظالمين. وبدون الحضور أحسن منها لا إله إلا الله، فهذه مقبولة على كل حال وتمهد للحضور.
ومن الشرقي وجهنا الأستاذ بإشاعة الذكر وسط تلك الغفلة، فقام الآذان وصلاة الجماعة والإنشاد، وكان المنشدون المطبعجي وجمعة، والأستاذ يشارك في شيل الإنشاد وكلنا نشارك. وكوبر وصلناها عصر الخميس لنقيم في حوش واسع نظيف وينظف كل يوم، فقال الأستاذ أن بهذه المنطقة صفاء، وهي مسورة بجدران عالية ومفتوحة على السماء ونجومها اللامعة. ووجهنا الأستاذ لمعرفة الوقت في الليل بالنجوم وأوضحها العنقريب. وقبل أن نحضر بخمس دقائق خرج بعض النزلاء من خيمة فاتخذناها مسجدا ولم تطأها سلطات السجن حتى خروجنا. وفي صباح الجمعة وجهنا الأستاذ بوضع برنامج يعرض على كل الأخوان القادمين بعد حضورهم سعيد وإخوانه بأن نملأ به الوقت بالذكر والفكر، ووجهنا لصلاة الضحى فوضع البرنامج الذي وصلكم، وكنا حريصين على تنفيذه، وكنا نجد بركة المعية والتوجيه ونجد الزيادة يوما بعد يوم، وتظهر أكثر إحاطة ورعاية كريمة حكيمة فيوجهنا لنستفيد من كل شيء حتى نومنا. وقال إن النوم بالنسبة للعابد الذي ينوم عند الحاجة يكون نوما عميقا يغوص فيه النائم في أعماق ماضيه فيخرج بالجواهر بعملية التذكر. وكنا يوميا نقص رؤى الليلة البارحة فيوجهنا الأستاذ من خلال الرؤى أيضا، وكان الأستاذ يوجهنا بأن نكون مع الله في اللحظة الحاضرة وفي المكان الذي كنا فيه، فالله هنا والآن، ولم نترك مجالا للفراغ أو الثرثرة ولا حتى للثرثرة في الخواطر، فقد كنا دائما في واجب مباشر. وحين نكون مع داخلنا لا نترك الأمر للثرثرة الداخلية، وإنما نوظف ذلك في الذكر والفكر، ومن هذين ينشأ العلم. ووجهنا للذكر بأن ننشغل بتذكر ماضينا لأبعد مدى ممكن، وحين نتذكر النعم نشكر، وحين نتذكر الأنس بدل الغفلة التي صرفها الله عنا بحمد نعمده، وحين نتذكر الأخطاء نستغفره، وأن بهذا يتم العلم. وهذا الأمر يبدأ بالتكلف، ولكن بالدرجة عليه يصبح مجالا لواردات في التذكر حتى يتذكر المتذكر ما تقدم من حياته من ميلاده وإلى البلوغ، وما تأخر من بلوغه وإلى يومه، وينظف وينور كل هذه المساحة التي تعنيها في المعنى القريب آية ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ثم تعني ما تقدم إلى صدورنا عن الذات، وكل هذا هو مجال التذكر، حتى أن الشهود الذاتي هو العودة لمصدرنا في الذات. امشي إليه القهقرة كما تقول فرقتكم المباركة التي أتحفتنا كثيرا وأمتعتنا وجعلتك معنا في فتح الأبيض. وكان الأستاذ يتحدث عن أن في الأبيض سر، وكذلك كان الأمر، فلله الحمد وجزيل الشكر، الشكر الشكر. كما وجهنا الأستاذ بأن التحرر من الخواطر هو أصل العبادة وغاية العبادة كلها، وأن نبي الله إبراهيم لم يكن يوسوس، ولذلك عندما رأى أن يذبح ابنه لم يؤول ولم يوسوس فذهب للتنفيذ، وكذلك في كل الكلمات التي امتحن بها. وقال الأستاذ الاسم للإنسان الكامل والصفة للإنسان الكاملة، وسألنا فلم نجب، فقال الاسم الله والصفة أحد، وأن التحرر من الخواطر قبل أن يبلغ الأحدية يمر بالصمدية، والصمد هو الذي لا قوة له، كأنه ليس في داخله فراغ تجول فيه الخواطر. ولكن هذا ليس الأكمل،
وإنما الأكمل هو الأحد الذي هو موحد وليس له أجزاء. وبالأحدية هذه يكون الشهود الذاتي. والمرأة لمقدرتها على معيشة اللحظة الحاضرة كان لها الصفة الأحدية، وكانت لها الحياة التي هي أكبر من العلم. وشهود الذاتي حياة، ولذلك يكون الفكر متوقفا. وهنا سمعنا كثيرا عن مكانة المرأة ودورها في التقريب والقرب من الله، وأن معالجة الخواطر من كبتها في مرحلة الشهوة، ثم تتدرج عند سالك إلى مرحلة المناقشة والتصفية. الكبت يعني أن الظلام موجود ولكنه مختفي، ومما يقوي العقل على الكبت ويعينه في مرحلته على التصفية في وقتها قراءة آية الكرسي، لأن الكرسي هو العقل، كما أن الخواطر مبعثها العقد، ومما يحل العقد سورتي المعوذتين، ولذلك نزلتا. ومعالجة الخواطر تعني ترقية الخاطر السيء ليكون خاطرا حسنا، أو يبدل بالخاطر الحسن. يعين السالك في ذلك الآية الكريمة: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. ولا ينزعج السالك كثيرا للخواطر لأنها من الله. نحن أعلم بما يصفون تعني هي منا، إذن لا ترضى بالخواطر ولكن لا تبالغ، ففي الأمر إرادة وحكمة. وحين تعجز عن معالجة الخواطر فهذا العجز قيمته العرفانية والسلوكية كبيرة، إذ يشعرك بعجزك لتتجه إلى القادر وتلتصق به وتستفيد منه. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. تقال هذه الاستعاذة عند الشعور بالعجز وفي السجود وفي كل وقت لها وصلاة الليل. والعبادة عموما هي المعالجة غير المباشرة والأساسية للخواطر، فكلما جربنا ووفقنا في العبادة والقيام كلما سكنت الخواطر وهدأ الداخل واطمأن. وروح القيام طول القيام وطول الركوع وطول السجود وطول الجلوس وطول السجود الثاني، يقف العبد في كل حركة منها حتى يتعب فيتحرك للأخرى فيرتاح فيها ثم يتعب وهكذا، ويستقيم على ذلك بفراش وثير، بطانية أو لحاف، ليبرد القيام والسجود. في السجود تكون يديه حذوة من كبيه ليساعدان الجبهة في السجود، وبعد كل ركعتين يشاور القائم نفسه، فإن رغبت صلى وإلا نام. ومهم أن تكون هناك راحة بين الليل وصلاة الصبح. وفي الصلاة بالليل والنهار يفتح المصلي عينيه وينظر في محل سجوده. وقال الأستاذ: إن النور في الظلام يدخل للعابد بعينيه، وأحيانا يكون نورا حسيا، ولذلك فإن الفرق واضح بين عيون العابد وغير العابد، كما وجهنا الأستاذ بأن نخلص عبادتنا من الغرض المحدد مهما سمى هذا الغرض ولو كان هو العبودية. ولكن النفس لا تعبد لغير غرض، والمخرج بأن تعبد الله لغرض ولكن تترك له هو الاختيار، فهو الذي يختار لنا ما يريد، فهو أعلم منا وأقدر وأرحم. أما إذا مثلنا غرضنا فيقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وفعلا اختياره لنا أحسن وأحسن وأحسن. تحياتي وسلامي وهديتي هذه لأخوان عبرة ليأخذوا هذه التجربة بجدهم المعروف إبراهيم يوسف فضل الله.